بصدد ماذا يعني تعيين مبعوث أممي الجديد، أنا أعتقد بأنه يجب أن لا نحمله أكثر ما يحتمل. واحد، انتهاء مدة المبعوث الأممي السابق، فبالتالي لابد أن يكون هناك مبعوث أممي جديد، ولكن ربما اختيار جنسية المبعوث الأممي هو ذا مؤشر مهم. المؤشر المهم فيه بأنها المملكة المتحدة هي عضو في مجلس الأمن، ومجلس الأمن ذو علاقة خاصة بالقضية اليمنية، وأكثر القرارات تصدر من هذا المجلس، فإما أن ترتفع أولوية القضية اليمنية بوجوده لأنه بريطاني الجنسية، وأعتقد أن ذلك يعني مشروع أن أقول ذلك. يعني كذلك أنه المبعوث الأممي ذو خلفية لها علاقة بالميديشن، الوساطة، يعني عنده خبرة في الوساطة، لم يأتي من مجال آخر تنموي، وله ارتباط أيضا بالسياسة، فبالتالي لا شك أن هذا ربما يكون هناك مؤشر جيد في الموضوع. بالطبع بالنسبة لما يمكن أن يعمله أو في دروس مستفادة من المرحلة السابقة ممكن أن يبني عليها المبعوث الأممي، أعتقد نعم. واحد من هذه الدروس المستفادة، أولا أن يكون هناك اشتغال على التحضيرات، يعني يجب أن يكون هناك تحضيرات، أن لا يجلس المتفاوضون على الطاولة إلا وقد هناك نوع من أنواع التفاهمات الحقيقية الفعلية التي يمكن أن تعمد على الطاولة، وإلا أنا أتصوري الجلوس على الطاولة بشكل مبكر بأنه ربما يكون شكلها الإعلامي يدين مؤشرات جيدة، ولكنه في الحقيقة لا يعطي ذلك. الدرس الثاني أنه يجب أن يشتغل المبعوث الأممي الجديد على مسارات عديدة. المسار الأول يجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع دول الخليج، يعني بعثة مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون يعني تعمل بقرب شديد من المبعوث الأممي، من حيث أنه أي أمور لها علاقة تنسيقية بوساطات ممكن تقوم بها البعثة ودول الخليج أن يكونوا متواجدين. يعني هذه الحلقة أظن كانت ضعيفة ومفقودة مع المبعوثين السابقين. رقم ثلاثة، الاشتغال عن قرب مع وساطات محلية يسموها inside mediators، وهذا دائما كان نقطة غائبة، يعني ربما لأنه ما حدش عارف كان who's who، من هو من، ولكن أنت محتاج إلى وساطات محلية تعمل جنبا إلى جنب وبقرب شديد من مع المبعوث الأممي في أمور تحصل فيها انسدادات أو عدم فهم أو تحضير أو إثبات حسن نوايا، بناء الثقة، كل هذه الأمور تهيألي أنه لابد أن يكون فيها وسيطا محليا يساهم في أداء هذا العمل. في أمور عديدة ممكن أن يستفيد منها المبعوث الأممي، أنا في تصوري لحظة قد لا تبدو حاسمة أو مواتية للقيام بهذه الوساطة، ولكنه يمكن أن يعمل فرق حتى على مستوى مجلس الأمن. يعني لديه في مجلس الأمن الآن دولة الكويت، دولة الكويت لعبت دورا جيدا في احتضان أو في فتح الكويت كمكان وفنيو للمباحثات الأخيرة التي للأسف الشديد فشلت. فهناك الكثير من الأمور المبعثرة التي أنا في تصوري أنها لب الموضوع، التي ربما لم يكرس كثير من المبعوثين السابقين جهدهم فيها. ومن أهمها أيضا بأنه الآن في تحديات حتى جديدة، يعني كلما طال الوقت أصبح هناك نوع من أنواع التعقيد في المشهد، فأنت محتاجة وساطة مثلا بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات، محتاجة وساطة بين الجنوبيين والجنوبيين، وهذه طبعا نقطة مهمة، يعني أنت توصلي التفاهمات في الملف الجنوبي الجنوبي، لأنه الآن هو الذي زاد المشهد تعقيدا.
وربما أيضا وجود دولة الإمارات المتحدة في المشهد ربما يحتاج أيضا إلى نوع من أنواع التفاهمات والحوارات، يعني فعلا لابد أن يكون هناك حوارات صغيرة تؤدي إلى تهيئة الجو لأن يكون هناك فرصة جديدة للوساطة. هل الفرصة الدبلوماسية مواتية الآن أم لا؟ أعتقد أنه أي يعتمد ذلك على أنه هل التحضير لهذه الجهود الدبلوماسية تحضير جيد أم لا؟ إذا لم يكن تحضيرا جيد لن تكون مواتية، لأن الكل مستفيد من الحرب، حتى الآن كثيرين مستفيدين من الحرب.